في الفيديو ده هنكتشف المكان السري اللي بيطلع في كل مبات لعبة روبلوكس، وبيظهر خصوصا لما تبعد عن السبون بوينت او التشيك بوينت. وطبعا شايف اسم المكان ده الفار لاندز. طبعا شايف فكرتها ايه؟ انك بتكون في السماء جدا لدرجة بيحصل جليتشات وكلام كده غريب جدا. طبعا الموضوع ده شباب موجود في ماينكرافت لكن بشكل مختلف شويه. في ماينكرافت في مكان في الماب معين بيكون شكله عامل زي ما انتم شايفين دلوقتي. فطبعا شايف في الفيديو ده هنكتشف المكان ده في لعبه روبلوكس ونشوف هيبقى شكله عامل ازاي. لكن قبل ده الفيديو يا ريت تكون عامل لايك سبسكرايب كومنت وشير، وبس يلا بينا نبدا في الفيديو. طبعا شباب زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامنا اسم ماب اسمه ذا فار لاندز، يعني الاراضي البعيده، لان شايف فعلا الاراضي دي بعيده جدا، دي فوق خالص خالص في السماء، فعشان كده روبلوكس المفروض بتعلق والكلام ده. طبعا شباب اهو دخلت الماب زي ما انتم شايفين مكتوب هنا ايه This is ground zero. شباب يعني انا كده ما عملتش اي حاجه، احنا كده في الارض العاديه جدا ما فيش اي مشاكل. فلو مشينا هنا شباب هنبدا المفروض نكون هنا بعيد عن الارض الاساسيه ب 100,000 ستاد، تمام؟ ده حاجه زي قياس وكده. طبعا شباب اظن واضح شويه الفرق، ان وشي شكله غريب شويه زي ما انتم شايفين وشي عامل ازاي، شكله غريب جدا صراحه شباب. لكن شباب لو بصينا كده مفيش اي فرق قوي، لكن لو بصينا كده بيبقى في فرق واضح جدا زي ما انتم شايفين يا شباب. طبعا ده اظن عشان احنا بعاد جدا جدا عن الارض. طبعا برضو لو بصينا للمودلز اللي هناك دي، يعني الكوره دي والكلام ده، يعتبر مفيش فرق قوي. في برضو تحس في كيرف صغير جدا لكن مفيش فرق قوي. انا شاب شخصيتي هي اكتر حاجه مختلفه او متغيره يعني شاب. المهم لو طلعنا ل 500,000 يعني 5 أضعاف اللي احنا لسه كنا فيه، هنلاقي شاب ان فعلا في فرق مرعب جدا زي ما انتم شايفين. انا وشي بقى شكله عامل ازاي يا شباب، فرق واضح جدا وفرق مرعب جدا زي ما انتم شايفين. حتى شباب المشي بقى اصعب شويه. طيب زي ما انتم شايفين برضو البتاعات دي ما اتغيرتش قوي، يعني هو تحس في تغيير بس مش قوي برضو. لكن يا شباب زي ما انتم شايفين شخصيتي متغيره تماما تماما يعني. المفروض يا شباب دلوقتي هنطلع نشوف هيبقى كام كده. طبعا شباب كده خلاص حرفيا بقى مليون زي ما انتم شايفين، بعاد عن الارض بمليون ستاد، تمام؟ زي ما انتم شايفين شخصيتي عامله ازاي، يا نهار يا شباب بايظه خالص خالص زي ما انتم شايفين، الموضوع واضح جدا. طبعا لو رحنا هنا المفروض بقى اظن بدا يوضح بقى الفرق وكده على البلوكات دي، يعني مثلا على الكوره دي وعلى التريانجل ده زي ما شايفين. حتى شباب الولد ده ثانيه فينك، ايوه شباب احنا كده بقينا في كام؟ بقينا في ال 2 مليون. طبعا الواد بيهرب، كنت عايز اوريك شكله عامل ازاي. لكن يا شباب حرفيا هنا المشي مش وحش قوي يعني سهل، لكن يا شباب حرفيا لما اروح عند ال 2 مليون المشي صعب جدا، المشي بقى شبه مستحيل يا شباب، يعني حرفيا بطلع لقدام بالعافيه جدا. يا نهار ابيض شباب دلوقتي احنا كده بقينا 5 مليون. طبعا شباب هنا زي ما انتم شايفين شخصيات الناس عامله ازاي، الشخصيات بايظه تماما 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 يعني. طبعا النوب ده شكله غريب جدا، فبيقول هنا شباب ايه؟ طبعا هنا مكتوب شباب ان احنا بعد ب 505 مليون يا شباب، معلش من السبون، عشان كده شباب بقى شكلنا زي ما انتم شايفين شكله غريب جدا. يا نهار ابيض شباب الشكل بايظ خالص. طبعا شباب كده احنا خلاص وصلنا ل 10 مليون زي ما انتم شايفين. ايه ده؟ ايه اللي حصل في شخصيتي يا شباب؟ حطفان الشخصيه باظت تماما. حتى شباب زي ما انتم شايفين البلوكات هناك بقت عامله ازاي، شكلها بايظ خالص، وانا شخصيتي حرفيا ما بقاش فيها ملامح خلاص، انا مش شايف حاجه على شخصيتي اصلا. يا ربي ايه ده؟ طبعا شباب كده المفروض وصلنا تقريبا لاخر حاجه ولا ايه؟ مش عارف. يا نهار ابيض يا شباب ايه ده؟ انا مش عارف احرك الكاميرا. شباب ده 5 مليون، استنوا كده تقريبا شباب دي 10 مليون ولا حاجه. ايوه شباب هنا كده 10 مليون. حرفيا شباب الكاميرا زي ما انتم شايفين بقت عامله ازاي، مش عارف احركها اصلا. فبيقول انت خلاص بعيد ب 10 مليون، يا نهار ابيض فرق مرعب جدا. كده شباب بقى 20 مليون زي ما انتم شايفين دلوقتي. حرفيا شباب يعني تقريبا كاتب هنا لو انت بتعرف تقرا الكلام ده يبقى انت جامد قوي، لان شباب زي ما انتم شايفين حرفيا البتاع بايظ خالص، انا مش عارف احرك ايدي اصلا زي ما انتم شايفين، شكل بايظ خالص خالص. وحتى شباب شكل النوب اللي هنا صاحبنا ده برضه بايظ جدا زي ما انتم شايفين. شباب كل مره بنقرب الارض اكتر كل ما شخصيتنا بتقرب من الشكل الاساسي اكتر ويبقى الشكل صح وكويس. فيا شباب هي دي الفكره. طبعا المبات دي كويسه، لكن عايزين نشوف ماب تاني كده يا شباب شفته من على روبلوكس. طبعا يا شباب دخلت ماب تاني مفروض نفس الفكره بالظبط، مكتوبه يا شباب ان
دي الروبلوكس فار لاندز، يعني اراضي روبلوكس البعيده. وروبلوكس فار لاندز او الحوار ده يعني بيحصل لما الحاجات تبقى شكلها مختلف، بيحصل لها ديستورت. تمام، ايش معناها؟ ان بيكون زي ما انتم لسه شايفين بيكون شكلها بايظ تماما. فيا شباب، المفروض يا شباب المبدأ مختلف شويه، بيكون مش عن يعني بيبقى بشكل واي اكسس كده شباب، اللي هو بيكون فيرتيكال مش بيكون هوريزونتال. فيا هنشوف الفرق شباب ما بين ده والماب التاني اللي احنا داخلينه من شويه. طبعا شباب كده احنا خلاص في 1000 ستاد تقريبا، او يعني 999 زي ما شايفين. يعني مفيش فرق قوي خالص، يعني مفيش فرق خالص تقريبا. فيا مفيش اي مشاكل. ده شايف كده المفروض بقى في ال 100 سوري ال 10000 بس. برضه شايف صراحه مفيش فرق قوي، برضه انا مش شايف فرق قوي كده. شايف المفروض بقى في ال 25000. يعني حسيت شويه بشويه فرق زي ما انتم شايفين، اللي هنا عند الرقبه في شويه فرق، لكن مش فرق كبير خالص شايف صراحه. يابا شايف كده المفروض بقى وصلنا ل 50000 كده. شايف واضح شويه الفرق، الوش البق ماشي ظابط خالص، والبق بقى مختلف جدا شايف زي ما انتم شايفين. وده عشان كده وصلنا ل 100000. طبعا شباب الوش بدأ يبوظ خالص زي ما انتم شايفين، نفس كل حاجه بالظبط، يعني نفس اللي حصل في الماب التاني، لكن يا شباب الماب ده بيكون بشكل دقيق اكتر من التانيين. يعني زي ما انتم شايفين كده بقى الربع مليون، زي ما انتم شايفين شكل سكني بقى مرعب جدا زي ما انتم شايفين. يب انا خفت كده شباب. ال 500000 يلا عايزين نوصل للمليون كده شباب. ال 750000 الشكل بقى مرعب، تحس ان طالع من لعبه رعب حرفيا حرفيا. وصلنا للمليون وخلاص عمل لنا، رجعنا تاني خالص لهنا. صراحه شباب يعني هي لعبه ممتعه، لكن اللعبه التانيه كانت موضحه الموضوع بشكل اعمق شويه. طبعا شباب كنت عايز اكلمكم بس بسرعه على موضوع الفار لاندز الموجوده في ماينكرافت. المكان يا شباب لما انت توصل لاخر الماب بيظهر شكله زي ما انتم شايفين دلوقتي في الفيديو ده. طبعا شباب ده فيديو بالانجليزي، لقيت شباب بيتكلم عن الموضوع ده، بيتكلم شباب ان حاجه تقريبا الفار لاندز دي حاجه ظهرت في ماينكرافت من 2010، وطبعا شباب دي ظهرت في روبلوكس من اول ما روبلوكس اتعملت. فيا شباب هو ده شكل الفار لاندز، لكن بشكل مبسط قوي شباب. ده بيكون شكلها شاب، وبيكون شكلها طبعا غريب جدا. طبعا شايف هنا مكتوب سبسكرايب، فاعمل لي سبسكرايب يا شباب، لازم تعمل لي سبسكرايب. فيا شباب حرفيا ده بيكون اوقات شكلها برضو، الشكل شباب بيكون معقد جدا جدا جدا. يعني ده فكره الفار لاندز ببساطه شباب. طبعا شباب دخلت ماب تاني كده، المفروض فكرته انك بتروح للفار لاندز بنفسك. انا مش فاهم هو بيتكلم على اني فور لاندز بالظبط، بيتكلم على اللي احنا عارفينها اللي هي بتاعت روبلوكس دي بتاعت ماينكرافت، ولا بيتكلم على اني بالظبط؟ يعني انا شايف صراحه الافضل بتاعي شكله عادي جدا، انا مش فاهم هو بيتكلم على اني فور لاندز بالظبط. هنا في شاب بيقول ايه، ذا سترينج هيل از بروكينج اور از بلوكينج اور واي يو ماست جو اوفر. يعني شاب لازم تعدي على الهيل دي او اللي هي بتاع الغريبه دي. طبعا شكلي مش بيتغير دلوقتي، انا مش فاهم صراحه في ايه غريب وراي دلوقتي. طبعا شايف حرفيا ماشي كتير جدا، لكن زي ما انتم شايفين واضح الملامح بتاعت الحاجه دي، الفار لاندز او الاراضي البعيده. طبعا شايف دي بتقلد الموجوده في ماينكرافت، لكن دي مش شكل الفار لاندز الموجوده في روبلوكس. طبعا دي بس بتقلد ماينكرافت مش اكتر. حتى شايف تقريبا البلوكات دي بلوكات ماينكرافت زي ما انتم شايفين دلوقتي، المفروض يعني بنقرب يا شباب بنقرب اهو، لكن المشكلة طبعا ان بتاعتي دي بعيدة جدا، انا مشيت كتير جدا شباب، مشيت كتير 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 يعني. يا شباب زي ما انتم شايفين دلوقتي هي بتقلد فعلا البلوكات والفور لاندز بتاعت ماينكرافت، مش بتاعت روبلوكس. يعني بتاعت روبلوكس مختلفة تماما تماما بتاعت ماينكرافت. طبعا كنت عايز بس اشرح موضوع الفور لاندز وافهمكم الموضوع ده، لان شباب الموضوع ده حرفيا يوتيوبرز اجانب كتير جدا اتكلموا عنه. فيا شباب هو ده شكل الفور لاندز الموجوده في ماينكرافت لكن في روبلوكس. يعني موضوع غريب جدا، لكن هو شباب هو ده الشكل بشكل عام يعني. وبس كده شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت وشير، وبس سلام.